وصلت تهنئة من سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا بكرة القدم إلى الجماهير العراقية واتحاد الكرة العراقي، ربما في تغريدته اللي حصلنا واللي راح نعرضها لحضراتكم واللي يتحدث بها سمو الأمير علي بن الحسين أطيب تهنئة للشعب العراقي الشقيق واتحاده لكرة القدم بمناسبة رفع الحظر الكروي كاملا عن أربيل والبصرة وكربلاء. بإذن الله نحتفل برفعه عن بغداد قريبا. هذه التغريدة لسمو الأمير علي بن الحسين، الرجل اللي كانت إلى بصمة واضحة في الوصول والتواجد في بصرة الخير والمحبة والسلام، بصرة السياب، بعد أن أتى بمنتخب نشام الأردن ولعب مباراة دولية ودية كسرا للحصار المفروض على الملاعب العراقية. نشكر مشاعر سمو الأمير علي بن الحسين الداعمة إلى ملف رفع الحظر عن الملاعب العراقية، وأيضا نشكر جهود كل الأخوة الأشقاء الأصدقاء رئيس الاتحاد الدولي، واللي راح ندخل أيضا في الجهود لجنود مجهولين.